الصف الثالث من الثانوي، بناء على توجيهات السيد الاستاذ المدير عام اداره السن التعليميه وتلبيه لرغبات ابنائنا عبد الله الصف الثالث الثانوي، تم تلبيه بعض الموضوعات اللي بعض الطلبه طلبوا مني ان انا ارجع اليوم ان شاء الله باذن الله، ونحاول نجرب بسرعه الاعراب عشان نعرف ان النحو وصل جدا من زي ما احنا متخيلين ولا حاجه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عشت امسه رايه شماء ومنارا للشرق يهدي الضياف، ورعاك الاله نيا وشعبا وترابا مقدسا وسما. الا بالصبر تبلغ ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد، تريد النفس ان تبلغ هناها ولكن الله يفعل ما يريد. اول موضوع كان في اسره مع بعضنا موضوع اسمه الاختصاص. ايه الاختصاص معانا؟ لما بيقول لي نحن مجتهدون، نحن مجتهدون، دي جمله اسميه. نحن مالنا؟ مجتهدون. المجتهدون دي خبر مرفوع بالواو. طب نحن المجتهدون لو وقفت عندها كده برضه خبر مرفوع، هو الخبر يجي في الف ولام طبعا عادي، وهو الغفور الودود، هو الغفور مبتدا وخبر، يبقى نحن مجتهدون مبتدا وخبر. طب نحن المجتهدون وقفت عندها مبتدا وخبر برضه، لكن نحن المجتهدين هل دي خبر؟ لا طبعا. نحن المجتهدين هقول مالكم، المعنى ما تمش ولا حاجه. قال لي نحن المجتهدين نقدر العمل، يبقى نحن ضمير مبني في محل رفع مبتدا، ونقدر جمله فعليه خبر، يبقى المجتهدين اسمها اسلوب الاختصاص. ايه اسلوب الاختصاص؟ هو اسم ظاهر اهو، مش ضمير، اسم ظاهر جاي بعد ضمير عشان يفصل لي الضمير ده هو مين. نحن انتم مين اللي بتقدروا العمل؟ نحن اعني واخص واقصد المجتهدين، يبقى المجتهدين اسمها المختص وبتعرب مفعول به منصوب بفعل محذوف تقديره اعني واخص واقصد. يبقى لازم يكون قبله ضمير والاسم اللي يفسر الضمير ده يطلع مين. طب نحن شباب الوطن مالكم؟ قال لي برضه نقدر العمل، يبقى اعني واخص واقصد شباب الوطن. طب نحن ايها الشباب، يبقى عندي كام صوره للاسم المختص؟ بيجي بثلاث صور. اسم المختص يا اما معرف بال، يا اما مضاف شباب الوطن، يا اما بعد ايها وايتها. طب احنا خدنا زمان ان ايها وايتها اسلوب نداء، تبقى اسلوب نداء لو قال لي ايها الشباب اجتهدوا، ولو قال لي يا ايها الشباب، يعني لو قال يا او ما قالش خالص دي اسلوب نداء. امتى بقى احول جمله ايها الشباب لاسلوب اختصاص؟ احط قبلها ضمير، يبقى نحن ايها الشباب، لنا ايها الشباب، بكم ايها الشباب، عليكم ايها الشباب، انتن ايتها الفتيات. يبقى احول اسلوب النداء بايها لاسلوب اختصاص ازاي؟ احط قبلها ايه؟ ضمير، واقول نحن ايها الشباب. يبقى عندي كام صوره للاسم المختص؟ يا اما معرف بال نحن الشباب، يا اما مضاف نحن شباب الوطن، يا اما بعد ايها وايتها. وده خدنا السنه اللي فاتت ثانيه ثانوي. عندنا السنه دي كمان من اساليب الاختصاص اسلوب اسمه بخاصه وخصوصا او خاصه ولا سيما. حضر الشباب وبخاصه المجتهدون، بخاصه شبه جمله خبر مقدم، والمختص بعد كلمه بخاصه مبتدا مؤخر مرفوع. يعني اصل الجمله حضر الشباب والمجتهدون بخاصه، والجمله الاسميه في محل نصب حال، يعني الواو في وبخاصه واو حاليه، حضر الشباب وبخاصه المجتهدون، يبقى المجتهدون مبتدا مؤخر. قال لي شيل بخاصه وضع مكانها خصوصا، يبقى الاسم اللي بعد خصوصا مفعول به منصوب، يبقى لو شلت بخاصه قلت خصوصا انصب المختص، يبقى بخاصه وراها مبتدا مؤخر. بخاصه نفسها شبه جمله خبر مقدم، الواو حاليه، لكن وخصوصا، خصوصا وخاصه نفسها مفعول مطلق منصوب لفعل محذوف تقديره اخص، والاسم المختص بعد خصوصا مفعول به منصوب. طبعا بالمناسبه لو كلمه خصوصا وبخاصه جت هي اللي في اخر الكلام بتبقى حال، يعني لو قال لي حضر الشباب والمجتهدون بخاصه يبقى والمجتهدون خاصه او خصوصا تبقى هي حال. طيب انا عندي برضه من اسباب الاختصاص، عندي بعد بخاصه وخصوصا عندي لا سيما. لا سيما عباره عن لنا فعل الجنس، سي الاسم لنا فعل الجنس وما زائده. طب اعراب الاسم المختص بعد لا سيما، نلاحظ في المثال يا حبايبي ان لا سيما المجتهد، طب لا سيما مجتهد، افهم من كده ان اعراب الاسم المختص بعد لا سيما يختلف لو في الف ولام عن لو نكره. ايوه، الاسم اللي بعد لا سيما المختص يعني بعد لا سيما اللي فيه الف ولام يجوز اعرابه خبر لمبتدا محذوف يبقى ولا سيما المجتهد، ويجوز اعرابه مضاف اليه مجرور باعتبار ما مضاف او المجتهد مضاف اليه. يبقى الاسم اللي بعد لا سيما لو في الف ولام اقول لا سيما المجتهد او لا سيما المجتهد. طب لو لا سيما مجتهد يعني الاسم اللي بعد لا سيما لو جاي نكره يبقى له ثلاث اعراب مش اعرابين اثنين بس، اقول لا سيما مجتهد
خبر لمبتدا محذوف، لا سيما مجتهد مضاف اليه مجرور، لا سيما مجتهدا يبقى تمييز منصوب. يعني لما يقول لي مقدر الفنون ولا سيما نقط، وقول لي اكمل بمختص واضبطه بكل وجه ممكن. عندي كام وجه ممكن؟ لو انا قلت ولا سيما الرسم يبقى عندي كام وجه في الاعراب، ولو قلت لا سيما فن يبقى عندي كام وجه في الاعراب. لو قلت ولا سيما الرسم يبقى المختص بعد لا سيما في الف ولام، يبقى اقول الرسم او الرسم خبر او مضاف اليه. طب لو قلت ولا سيما فن يبقى عندي ثلاث اوجه، اقول ولا سيما فن، ولا سيما فن، ولا سيما فنا، يعني خبر او مضاف اليه او تمييز. ارجو ان يكون موضوع الاختصاص موضوع بسيط شويه. ليه الموضوع الثاني موضوع الاستثناء؟ عندي استثناء بإلا، واستثناء بغير وسوى، واستثناء بما عدا وما خلا وعدا وخلا وحش. الاستثناء بإلا، إيه الاستثناء؟ لو أنا عندي قفص فيه طماطم، خدت منه طماطماية، يبقى قفص الطماطم هو المستثنى منه، هو اللي بيتاخد منه. الطماطماية هي اللي بيتاخد، هي المستثنى. طب نشوف المثال هنا، حضر الشباب إلا محمد. هل محمد جاي من ضمن الشباب؟ يعني لو اعتبرنا قلنا الشباب دول كلمة مثلا، المثال اللي قلته قفص الطماطم، يبقى محمد ده هو الطماطماية اللي جاي من قفص الطماطم. طالما عندي فيه قفص في الجملة، يعني مستثنى منه موجود في الجملة، بسميه استثناء تام. تام يعني فيه مستثنى منه، يبقى استثناء إيه؟ تام. طيب ما حضر الشباب إلا محمد، محمد جاي من الشباب؟ يبقى اسمه استثناء برضه تام. طيب ما حضر الا محمد، محمد جاي من حاجه هنا؟ لا، يبقى اسمه استثناء ايه؟ نقص. طب حضر الشباب الا محمد، الجمله فيها نفي؟ لا، يبقى اسمه استثناء تام وايه؟ ومثبت. الاستثناء التام المثبت يعني لو محمد جاي من حاجه قبل ايه اللي جاي بالشباب كده، يبقى له اعراب واحد بس، مستثنى منصوب واجب النصب. طب المثال الثاني، محمد برضه جاي من الشباب بس الجمله منفيه، يبقى اسمه تم وايه؟ ومنفي، يبقى ان له اكتر من وجه اعرابي، يا اما مستثنى منصوب يا اما بدل، بعرف محمد بدل من ايه؟ من الشباب. المثال الثالث، ما حضر الا محمد، محمد مش جاي من حد هنا، يبقى بشيل اداه النفي قبل الا، مش بمسحهم بشيلهم بس عشان اعرف ارجع، وبقول حضر محمد، يبقى المستثنى بعد الا حسب موقعه في الجمله. في الحاله دي اسمه مستثنى؟ اسمه مستثنى لكن مش اعرابه مستثنى، هو اللي جاي بعد اداه الاستثناء اسمه مستثنى، لكن له اعراب هنا، اعرابه هنا حسب موقعه في الجمله. طب لو قال لي ما حضر من الشباب الا محمد، هنا محمد جاي من الشباب، بس حرف الجر من لو اجي قبل المستثنى منه بيخلي الجمله الكلام فيها ناقص منفي، يعني ولا كان عندي كلمه شباب موجود، فبشيل ما قبل الا وبقول من اللي حضر برضه الشباب، يبقى حسب وقوعه في الجمله وبقى هنا فعل. بس خد بالك دي حته المتميزين شويه، ان لو عندي المستثنى منه صبت بحرف الجر من، بس المستثنى منه ده اسم نكره ما يلغيش عمله زي اللي فوق، لان في الحاله دي من حرف جر زائد، وبيبقى فين فاعل؟ يعني هنا فين فاعل حضره؟ فاعل حضره محمد، لكن هنا فين فاعل حضره؟ شباب، لان من حرف جر زائد، وبقى شباب فاعل مرفوع محل المجرور لفظا، وبقى في الحاله دي المثال ما حضر من شباب الا محمد زي ما حضر الشباب الا محمد، له اكثر من واجب اعرابي، يا اما مستثنى منصوب يا اما بدل من شباب. طب غير وسوى، ما يقول لي ضع غير مكان الا، بعمل ايه؟ غير دي بتسرق وتجر، تسرق وتجر، يعني ايه تسرق وتجر؟ يعني غير بتسرق علامه اعراب الاسم اللي بعد الا، وتجره مضاف اليه. تاني، يعني لو قال لي ما فاز الا المجدون، نوع الاستثناء هنا ايه؟ مظبوط، تام منفي، يبقى اشيل ما قبل الا، من اللي فاز؟ المجتهدون او المجدون، يبقى فاعل مرفوع، يبقى احط على غير ايه؟ ضمه، يبقى غير بتسرق علامه اعراب الاسم اللي بعد الا. واللي يجي بعد غير مضاف اليه مضروب. طيب لما يقول لي الا ذو، مرفوعه بالواو، يبقى غير ذي. لما يقول لي الا ذو، يبقى برضه غير ذوي. لو قال لا نجاح الا بي، الا بي، الا بي، الا بالكهب، يبقى الا بي تبقى بغير الكهب. لكن بالنسبه للاستثناء ما عدا وما خلا وعدا وخلا وحاشا، دي حاجات بسيطه خالص. ما عدا وما خلا دي فعل ماضي، بيجي المستثنى وراها اعراب مفعول به منصوب، يعني واجب النصب.
لو شلنا من المصدريه وقلنا عدا وخلا وحاشا، يبقى في الحاله دي المستثنى بعدهم اسم مجرور او مفعول به منصوب. يعني لو قال لي ما عدا رجلا وقال لي اجعل المستثنى جائز النصب، جائز النصب، يبقى شيل ما وتبقى عدا بس، وبقى لها اكتر من اعراب باسم مجرور مفعول به منصوب. تعالوا نشوف برضو بعض الموضوعات اللي زمايلكم طلبوها مننا، زي الملحقات المثنى او التوكيد المعنوي واعراب كلا واعراب كلا هو وكلا. نبص مع بعض ملحقات المثنى اربع كلمات، اثنان واثنتان وكلاهما وكلتاهما، اثنان واثنتان وكلاهما وكلتاهما، اثنان واثنتان ملحقات دائما بدون شرط، كلاهما وكلتاهما ملحقات بشرط وجود الضمير اللي عندنا. طب تعال نعرف كلمة كلا وكلاهما في الجملة كده. لما يقول لي الطالبان كلاهما سعيدان، الطالبان كلاهما سعيد، مثنى أبا المثنى، يبقى دي توكيد معنوي. طب مثنى أبا المفرد، يعني الطالبان كلاهما سعيد واحد، يبقى هنا مبتدأ ثاني، لأن هنا الخبر خبر جملة اسمية، يعني كلاهما سعيد جملة اسمية خبر كلمة الطالبان، هنا الطالبان مبتدأ خبرها كلمة سعيدان، يبقى دي توكيد معنوي مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى. طب الطالبان سعيد ينفع؟ دي مش جملة اسمية، يبقى الطالبان كلاهما سعيد، الخبر خبر جملة اسمية، يبقى كلاهما مبتدأ ثاني مرفوع، وسعيد خبر كلاهما، والجملة الاسمية خبر. حضر الطالبان و و و، لو جالي قبل كلمة كلاهما وكلتاهما واو أو فاء، يعني وكلاهما فكلاهما، تبقى مبتدأ على طول. طب لو قال لي كلا وكلتا في أول الجملة بدون ضمير، لا هنا تعرب حسب موقعها في الجملة وبحركات مقدرة. يعني إيه بحركات مقدرة؟ يعني كلا هنا اعتبرها كلمة محمد، اعتبرها اسمك بالظبط، يبقى أقول إعرابها هنا مبتدأ. تيجي كلا سواء هي مبتدأ أو مضاف إليه أو خبر أو اسم، هنا تفضل كلا زي ما هي، وأقول إعرابها مبتدأ ها مرفوع بالضمة المقدرة. والاسم اللي بعد كلا وكلتا مضاف إليه مجرور، وسعيدان هي اللي خبر كلا. يبقى احنا قلنا تاني الطالبان كلاهما سعيدان مثنى ابا المثنى، تبقى كلاهما ايه؟ ايوه توكيد معنوي مرفوع بايه؟ مرفوع بالالف. ليه بالالف؟ لانه ملحق بالمثنى. طيب هنا مثنى ابا المفرد، يبقى كلاهما مبتدا ثاني برضه مرفوع بالالف لانه ملحق بالمثنى. طب جت كلاهما وكلتاهما بعد واو او فاء، يعني وكلاهما فكلاهما، تبقى مبتدا على طول وبرضه مرفوع بالالف لانه ملحق بالمثنى. طول ما في كلمه هما هو ملحق بالمثنى حتى لو مش توكيد معنوي. لكن كلا وكلتا بدون ضمير تعرف حسب موقعها في الجمله، هنا هي مثلا مبتدا بس بحركات ايه؟ بحركات مقدره، يعني مرفوع بضمه مقدره، كسره مقدره، فتحه مقدره. طب الطالبان كلاهما اجتهد كلاهما، او الطالبان نجح كلاهما مع بعض في المثال ده، معلش كده. لو قال الطالبان اجتهدا، فين الفاعل؟ ألف الاثنين، يبقى كلاهما توكيد معنوي. لكن لو قلت الطالبان نجح، مين اللي نجح؟ نجح كلاهما، يبقى كلاهما هنا فاعل، يبقى التوكيد المعنوي يكون في ضمير، والتوكيد المعنوي ما يجيش بعد واو ولا فاء، والتوكيد المعنوي يكون له مؤكد في الجملة. يبقى هنا كلاهما مش توكيد معنوي، نجح كلاهما، كلاهما هنا ايه؟ هنا فاعل. برضو بعض أبناء الطلاب سألوا في الفعل مثلا هذا أو الفعل أهاب، إزاي منهم اسم الفعل واسم المفعول؟ الفعل هذا فعل ثلاثي، فعل ثلاثي يبقى اسم الفاعل منه على وزن، على وزن فاعل، يبقى هاب إيه؟ هاب هائل. طب هاب فعل غير ثلاثي معتل الوسط، لما أجيب منه اسم المفعول قلنا باع يبيع مبيع، دعا يدعو مدعو، لكن هذا يهيب ها ايوه تبقى مهي، يبقى اسم المفعول من هاب فعل ثلاثي مهيب اللي جت ثانوية عامة 2013. لكن فعل اهاب ده غير ثلاثي، يبقى اسم الفاعل ضم واكسر، يبقى اهاب يهيب موهيب موهيب، اهاب من اسم المفعول ضم وافتح يبقى موهاب. تاني بص على المثال ده ومن نسيتوش، لو قال لي الفعل الثلاثي هاب اسم الفاعل منه على وزن فاعل، يبقى هاب ايه؟ هاب هائل. لكن هاب من غير الثلاثي، هاب من الفعل الثلاثي اجيب منه اسم المفعول، يبقى اسم المفعول منه هاب، اجيب المضارع يهيب يبقى مهي. لكن موهي دي اسم فاعل مش مفعول، اسم فاعل من الفعل غير الثلاثي اهب. تعال نشوف مع بعض التدريب البسيط ده اللي بيدور فيه على الاعراب، ونشوف بعض المطلوبات.
بيقول لي بني العزيز الأول عشان نقرأ الراحة ما نستعجلش ونشوف هو عاوز إيه. أقرأها بني ولا أقرأها بنية؟ طب هل هو قال الأعزاء ولا قال العزيز؟ قال العزيز يبقى بني. طب دي بني أصلها يا بني، يبقى ده منادى مضاف منصوب، منادى مضاف منصوب. بني القصير ولا الطويل ولا الجميل؟ قال العزيز، يبقى نعت منصوب للمنادى اللي عندي. عندي حاجة اسمها جملة ملهاش محل من الأحوال. الجملة الابتدائية اللي هي أول ثلاث كلمات في قطعة النحو اسمها جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. فبني العزيز نعم، لما أجي على حد يقول لي نعم هبدأ أقول جملة اسمها جملة جواب النداء، برضه جملة ملهاش محل من الإعراب. بني العزيز ابتهي، بني العزيز ذاكر، بني العزيز ما أعظم مصر شعبا. يبقى فين جملة جواب النداء؟ ما أعظم مصر شعبا. فين المتعجب منه في سوء التعجب اللي عندي هنا؟ المتعجب منه مصر، والمتعجب منه في صيغه ما افعله مفعول به منصوب. طبعا دي المطلوبات اللي انا طالبها عشان بنيجي نحل، هنحل مره واحده يبقى استخرجناها كلها. طالب مني اسم مختص وعلمه، مشتقين عاملين وبين معلولهما، مصدر الرباعي، مصدر الرباعي هو اخر ثلاثيه في اسلوب شرط، ونركز على دي، حذف منه فعل الشرط، منادى وبين نوعه، عاوز ممنوع من الصرف مع بين السبب، مستثنى وعربه، وطبعا رجعنا لاسلوب الاستثناء، متعجب منه وعربه، ضميرا في محل نصب، مضارعين مبذومين، مصدرا مؤولا، اسما مقصورا، اسما منقوصا، ملحقا بالمثنى، نعتا جمله كانت تامه، ولنا في الجنس وضميرا في محل جر، عشان نستغله بسرعه واحنا بنقرا. وانا اسف بتكلم بسرعه عشان بس اقدر اجمل معظم الموضوعات اللي زي ما طلبوها مني. بني العزيز قلنا الاسلوب نداء، ده منادى مضاف منصوب. العزيز طبعا نعت منصوب، والعزيز صفه مضافه على وزن فعل. ما اعظم مصر شعبا، ده اسلوب تعجب صفته ما افعله، فده متعجب منه مصر مفعول به منصوب. وما ننساش مصر برضه هي ممنوع من الصرف، مصر ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف مصر. ولا ليه؟ لان علم ثلاثي ساكن الوسط، وبالمناسبه ان العلم الثلاثي ساكن الوسط زي كلمه مصر وكلمه هند يجوز صرفه ويجوز منعه من الصرف. يبقى ما اعظم مصر شعبا، ولا ما اعظم مصر جيشا، ولا ما اعظم مصر نيلا. طبعا بعد اسلوب تعجب يخلص بيجي اسم نكره منصوب بعده تمييز منصوب. يعني ايه؟ يعني ما اعظم مصر شعبا، شعبا تمييز منصوب، واعظم به شعبا، شعبا تمييز منصوب. نبص مع بعض. فهي مصونة كرامتها، مصون من مشتقات ايه؟ ايوه، هو عاوز مشتقين، مصون اسم مفعول، واسم المفعول بيرفع نائب، بيرفع نائب فاعل، يبقى كرامتها نائب فاعل مرفوع. ومصونة خبر هي، يعني خبر مفرد. طب لو قال لي كرامتها مصونة، كان بقى الخبر خبر جملة ايه؟ خبر جملة اسم. معنى اسم. فهي مصونة كرامتها، يبقى مصونة خبر مفرد وكرامتها نائب فاعل بعد اسم المفعول. ولا مصرية كسود، دي لأن فعل الجنس اللي هي بتعمل عمل إن بشرط أن يكون اسمها نكرة وما تكونش مفصول بينها وبين اسمها، وما تسبقش بحرف الجر. يعني ما أقولش بلا وعي، وما أقولش لا المصري، وما أقولش لا في مصر جبان، لا أقول لا جبان في مصر، ولا مصرية كسود. فاعمل من أجلها، فاعمل من أجلها. تعال نشوف بقى إيه أسلوب شرط حذف منه فعل الشرط. اسلوب شرط حذف منه فعل الشرط كلمه وان، مش الا، لا وان. وان دي عباره عن وان شرطيه ولا، وان لا. طب وان لا ايه؟ اصلها وان لا تفعل، يعني اعمل. وان لا تفعل او وان لا تعمل يعني تكن. يبقى بعد كلمه والا بيجي فعل مضارع بعربه جواب الشرط. الله، امال فين فعل الشرط؟ نحذف. يبقى لو طلب منه اسلوب شرط حذف منه فعل الشرط بلاقي كلمه والا، يبقى والا الفعل اللي وراها هو جواب الشرط، واما فعل الشرط نفسه محذوف. والا تكن عاقا، عاقا خبر كان منصوب، وعاق اسم فاعل من فعل عق، عق عاق، ومد ماد، وشد شاد، وود واد. فهؤلاء الابناء، هل الابناء خبر ولا الابناء بدل؟ والله لو كان في الجمله اللي عندي خبر لهؤلاء تبقى الابناء ايه؟ تبقى الابناء بدل. تعالى نشوف كده، فهؤلاء الابناء الذين، فهؤلاء الابناء الذين لهم تاريخ مجيد يصرون. يبقى خبر، خبر جمله فعليه، خبر مين؟ خبر هؤلاء. يبقى الابناء بدل مرفوع. الذين ما يجي اسم موصول بعد كلمه معرفه بعربه نعت، يبقى اسم موصول مبني في محل رفع نعت. لهم، مش لهم حرف جر؟ ايوه لهم حرف جر. يبقى هم
اسمها ضمير في محل ايه؟ اسمها ضمير في محل جر. له تاريخ اصل الجمله تاريخ له، يبقى تاريخ مبتدا مؤخر مرفوع. تاريخ المجيد، مجيد نعت مرفوع. يصرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والجمله الفعليه كلها في محل رفع خبر اعلى. على تحقيق الماضي منها ايه؟ حقق، توظيف، وظف، تعظيم، عظم، يبقى تحقيق مصدر الفعل ربع. تحقيق النهضه، التحقيق بتاع النهضه، لو عاوز اعمل مضاف اليه احط كلمه بتاع، يعني لو قلت شهر رمضان الشهر بتاع رمضان، تاريخ العرب التاريخ بتاع العرب، تحقيق النهضه التحقيق بتاع النهضه، يبقى النهضه مضاف اليه. نهضه كبرى، هو هنا عاوز مني اسم مقصور واسم منقوص. الاسم المقصور الفرق بينه وبين الاسم المنقوص اللي الثاني اخره بياء كده، بس بنطق المقصور ازاي؟ المقصور بنطقه مفتوح، يعني اقول كلمه كبرى صغرى عظمى ده مفتوح اهو، هو ده الاسم المقصور. لكن اسم منقوص اجيب اسم يكون مفتوح، يعني العكس، يعني المقصور مش مقصور، يعني قاضي هادي واعي، المكسور كده هو ده ايه؟ المنقوص. المكسور مش هو المقصور، المكسور مش هو المقصور، المكسور قاضي هو المنقوص، لكن المفتوح كبرى سلوى لبنى ده الاسم المقصور. طيب هنا بيقول لي نهضة كبرى، يبقى كبرى اسم مقصور ولا منقوص؟ كبرى مفتوحة يبقى اسم مقصور. نهضة تدل، نهضة تدل، اسم نكرة وصفه فعل، اسم نعت جملة فعلية، نعت جملة ايه؟ فعلية. على أنه، همزة أنا أو أن فوق نسميها مصدر مؤول، وعندي على حرف جر، يبقى ده مصدر مؤول في محل ايه؟ في محل جر. طب هم في كلمة أنه، دي ضمير مبني في محل نصب، اسم أن. على انه شعب، شعب خبر ان، شعب صفته ايه؟ شعب واعي، واعي هي واعي، يعني بنطقها مكسوره تبقى اسم ايه؟ منقوص. على انه شعب واعي، طب ليه قلت واعي كده؟ ليه حذفت الياء؟ تحذف الياء في حالتي الرفع والجر. اينما كانوا، اسم كانت تامه اللي ما لهاش خبر، او اجتهد العقاد فكان النجاح، يعني حدث النجاح، الا تفعلوا تكن فتنه، يعني تحدث فتنه، يبقى هنا بيجي وراه فاعل، وهو جماعه فاعل اسمها كانت. ونحن نحب الشباب مفعول به، وبخاصه ما في اسلوب الاختصاص ايه؟ وبخاصه المجدون وراء مبتدا مؤخر مرفوع. فكن لمصر محبا، محبا خبر كان، ومحب اسم فاعل. كن يتم ليذاكر تنجح، اللي هو فعل مضارع مبذول في ايه؟ ايوه، فعل مضارع مبذول في جواب الطلب. يبقى هو عاوز مني فعلين مبذولين، اجيب له تكن لانه جواب الشرط، واقول له يتم لانه مبذول في جواب الطلب. يتم لها التقدم، بعد الفعل يتم وينبغي ويجب بيجي فاعل، يبقى التقدم فاعل، تقدم مصدر لفعل خماسي. والازدهار معطوف مرفوع وبرضه مصدر لفعل خماسي. يتم لها التقدم والازدهار كلاهما، كلاهما توكيد معنوي مرفوع بالالف لانه مرفوع للتقدم والازدهار، كلاهما كلاهما توكيد معنوي مرفوع بالالف. ولا يحب بلاده الا، اسلوب الاستثناء اللي كان في من شويه، يبقى لا يحب بلاده الا المدركون. من اللي يحب بلاد؟ المدركون، يبقى فاعل مرفوع بالوضع. يبقى لو قال لي ضع غير مكانين اقول له ايوه، اقول له غير المدركين، والمدرك اسم فاعل. ماذا ادرك؟ ادرك قيمتها، يبقى القيمه مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه. تم الكلام وربنا محمود، وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما لاح قمري واورق عود. اشكركم واشكر الاستاذ احمد عربانو اللي اجهد نفسه في التصوير معانا، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم منصور عبد الوهاب القمصاني، معلم خبير اللغه العربيه بإدارة السيره التعليميه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.